هنعيد كتابة الآيات دلوقتي، كل آية تبقى في سطر لوحدها. ومن آياته كذا السطر، ولقد أرسلنا من قبلك سطر، الله الذي يرسل سطر. ماشي؟ وبعدين نعمل الحركة اللي بتوع البروجرامينج بيحبوها، نزحزح الآية اللي في النص. إيه بقى فين اللوب هنا؟ ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا. يبقى دي لوب ولا مش لوب؟ دي لوب. وبينهم حاجة خاصة بموضوع تاني، اللي هنا الحلقة دي وجواها موضوع. يبقى الحلقة دي عبارة عن موضوع وده موضوع، بس الموضوعين دول مرتبطين ببعض. ازاي؟ المعنى كما أن الله أرسل الرياح مبشرات، فهو قد أرسل الرسل أيضا مبشرين. واخد بالك ازاي؟ وكما أن الرياح محملة بالماء، الماء لما بينزل على الأرض، الأرض بيحصل فيها حاجة من حاجتين، يا إما أرض تكون خصبة قابلة للزراعة، فالمية اللي بتنزل فيها بتنبتها، بيحصل فيها إنبات، يا إما الأرض تكون هبوط